ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الصلاة خطأ. ترجم. اللي يقول الصلاة خطأ. إقامة الصلاة. ما الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ ممكن يصلي بدون قراءة فاتحة أو يصلي بغير وضوء، هذا صلى لكن ما أقام الصلاة. إذا لابد أن نقيم الصلاة، نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله، تأتي بشروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة، ولا تأتي بمبطل مبطلات الصلاة. لابد تصلي 5 صلوات في اليوم، يعني ما تصلي على ما تحب، يعني ما يمكن يصلي يضع هكذا يديه مثلا أو يضع هكذا، لا، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة. نعم. ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام؟ إيتاء الزكاة. نعم. لماذا إيتاء الزكاة ولم نقل الزكاة؟ لأنه لابد أن يدفع الزكاة في وقت محدد إلى أصناف 8، مقدار محدد، ليس على ما يحب. تمام. ما هو الركن الرابع؟ صوم أي شهر؟ صوم رمضان. صوم رمضان. إذا الركن الرابع هو صوم شهر رمضان، هذا الذي نحن فيه. مسلم لابد يصوم. مسلم لابد يصوم. نعم. الركن الخامس. ما هو؟ حج إلى أين؟ إلى أين يحج؟ قال إلى بيت الله الحرام الذي بمكة. إذا لا يمكن يحج إلى القبور، لا يمكن يحج إلى إيران، إلى العراق، لا، الحج إلى بيت الله الحرام الذي بمكة.